بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم في دورة استخلاص الحموضة النووية في اليوم الرابع. في هذا اليوم إن شاء الله راح نتعلم تجربة PCR اللي هي تجربة مكملة للتجارب اللي تناولناها ودرسناها بالأيام الثلاثة اللي مضت، سواء إذا استخلصت DNA أو حولت الـ RNA إلى CDNA، فأني لازم أحصل على نسخ كثيرة من عنده حتى أقدر ألاحظ النتيجة مالتي. فشنو طريقة إكثار هذه نسخ الـ DNA؟ لازم أدخلها في جهاز وتقنية محددة بحيث أحصل على ملايين النسخ من الـ DNA حتى أقدر أكشف عنها. طريقة الكشف عنها هي باستخدام تقنية البوليمريز تشين رياكشن اللي راح نتناولها إن شاء الله تجربتنا هذا اليوم. بس ما تلاحظون دخلنا إلى مختبر PCR. الآن نحن في غرفة تحضير الخريطة الأساسية لتجربة PCR. هنا المكونات اللي أحتاجها هي deionized free nuclease water، وأحتاج إلى MgCl2 اللي هو يعتبر كو فاكتور لإنزيم التاك بوليمريز، والقواعد الهيدروجينية 4 دي ان تي بيز، والفورورد برايمر والريفيرس برايمر والتاك بوليمريز، وانبوبة راح اطلق عليها ماستر ميكس تيوب. هنا راح احضر انا كمية تكفي لستة عينات. الكمية اللي راح احضرها هي عبارة عن 243 مايكرو لتر من الماء المقطر مزالة ايوناته والخالي من انزيمات النيوكليزيز. راح اضيفها بالانبوبة الماستر ميكس تيوب. راح اضيف ايضا 30 مايكرو لتر من محلول MgCl2 اللي عليه هو عبارة عن كوفاكتر لانزيم التاج بوليمريز. راح اضيف ايضا في انبوبة الماستر ميكس تيوب، وايضا راح اضيف القواعد النيتروجينية الأربعة بحجم 6 مايكروليتر. راح تسألوني هنا ليش 6 عينات؟ احنا تذكرون بالتجربة الأولى استخلصنا DNA، استخلصنا 4 عينات DNA، فهاي 4 عينات اليوم راح نرحلها بعد ما ندخلها تفاعل PCR، وراح يكون عندي عينة بوزيتيف وعينة نيجاتيف، راح يصير عندي مجموع 6. أيضا راح أسحب 6 مايكروليتر من الفورورد برايمر اللي هو تعريب البادئ المتقدم، و6 مايكروليتر من الريفيرس برايمر اللي هو البادئ العكسي، واخر شيء اضيف 3 مايكروليتر من انزيم التاج بوليمريز. هنا يكون عندي خليط تجربة PCR اللي اطلقنا عليه مصطلح ماستر ميكس، جاهز للاستخدام. طبعا المكونات كلها انا وضعها بالثلج، يعني راد لها درجة حرارة 4 إلى 8 مئوي. اكثر من هذه الدرجة الحرارية تتلف المكونات. الآن أنتقل إلى غرفة استخراج أو استخلاص حامض الـ DNA. أمامكم وضعاني 4 عينات مالتي، 1 2 3 4 أمامكم، والعينة البوزيتيف والعينة النيجاتيف، وعلى يمينهم وضع أنبوب الماستر ميكس تيوب اللي مثل دي يظل عندكم هنا يأشر عندكم. راح أسحب كمية 49 مايكرو لتر من الماستر ميكس، وأضيفه في هذه الأنابيب اللي
تحتوي على 1 مايكروليتر دي ان اي. عندي 4 عينات استخلصناها باليوم الاول، وعينه بوزيتيف هي لعينه دي ان اي اني مستخلصها سابقا واعرف بها دي ان اي، وعينه نيجاتيف. النيجاتيف قد يكون هنا دي ان اي مغاير للدي ان اي اللي اشتغل عليه، قد يكون دي ان اي بكتيريا او فيروسات وانا اشتغل على دي ان اي هيومن او انسان، او قد يكون عباره بس عن بفر ما بي دي ان اي. الآن أضيف 49 مايكروليتر من خليط الماستر ميكس للأنبوبة رقم 4 والكنترول بوزيتيف. الكنترول بوزيتيف هنا ينطيني فد إنديكيتر أو فد دليل بين أني البرايمر مشتغل عليه سابقا على هذه العينة ودي يشتغل، يعني يكون عندك كنترول بوزيتيف بين البرايمر أوكي. والنيجاتيف مثل ما شرحت لكم هو قد يكون دي ان اي لكائن آخر ما يشتغل عليه برايمر، او قد يكون عباره عن بفر. حتى هنا شنو يطلع عندي؟ يطلع عندي البرايمر دايمر، حتى اشوف عندي البرايمر دايمر من رحله على هلام الاجاروز. الان انتقل الى غرفه جهاز البي سي ار. مثل ما تلاحظون هذا جهاز البي سي ار لشركه ابندورف. افتح الجهاز، انقل العينات مالتي بالرك المثلج الى داخل حفر الجهاز، ثم بعد ما أكمل نقل عيناتي إلى داخل الجهاز أشغل الجهاز، والجهاز يحتاج إلى سيتنج إلى ضبط. تجربة البي سي آر تتألف من 4 مراحل. أول مرحلة أفصل أشرطة دي إن إي اللي موجودة عندي، حتكون عندي أشرطة مفردة غير قابلة للارتباط لأن الأواصر الهيدروجينية بين الشريطين تكسرت. هذه الخطوة راح أضيف فد إعاز للجهاز بأن يشتغل على 94 درجة مئوية لمدة 5 دقائق بدورة واحدة. راح أضيف أيضا مرحلة ثانية تبدي عندي، أيضا لازم أضبط درجة الحرارة والوقت على الدورات. هنا إنزيم البوليمريز راح يبدي يشتغل بهذه المرحلة يكمل لي الشريط المفرد اللي تكون عندي بالمرحلة الأولى، فحيرتبط عندي هنا انزيم بوليمريز بالبرايمر اللي ارتبط بشريط الدي ان اي المفرد بالنهايه 5 برايم ويكمل عليها، فيكون بناء الدي ان اي هي من النهايه 5 برايم الى 3 برايم. هنا درجات الحراره اللي احتاجها هي 94 درجه مئويه لمده 30 ثانيه، و60 درجه مئويه لمده 30 ثانيه، و72 درجه مئويه لمده 30 ثانيه، عفوا مدة دقيقة. ال 94 هي للديناتوريشن حتى امسخ الدي ان اي، يبقى عندي اشرطة الدي ان اي. ال 60 هي الانيلينج، هنا راح يرتبط عندي البرايمر بشريط الدي ان اي المفرد، و 72 هي الاكستنشن راح يبدي انزيم بوليمريز يكمل الشريط المفرد بالقواعد الهيدروجينية المناظرة للشريط التمبلت. بعد ذلك هذه تنعاد 30 مرة، بعد ذلك انا احتاج الى دورة اضافية حتى اضمن بين ما عندي شريط مفرد من اشرطه الدي ان اي، فتكون اضبط البرنامج على درجه حراره 72 درجه مئويه لمده 10 دقائق يسموها الفاينل انيلينج. وبعد ذلك احتاج الى بعد ما ينتهي التفاعل عندي درجه حراره 72 تتلف العينات اذا بقيت فتره طويله، فاحتاج الى احفظها في درجه حراره 4 مئوي، فاضيف البرنامج أقول له أني أريد درجة حرارة 4 مئوي وقت مفتوح. بعد ذلك أشغل الجهاز وأنتظر لحين ما يكمل تشغيل الجهاز، يكمل عندي تجربة، وبهذه الحالة يكون أكملنا تجربة الـ PCR. الآن راح ننتقل إلى تجربة الـ
الجل الكتروفوريسز اللي اخذناها باليوم الثاني، حتكون عندكم تجربه كامله. اخذنا تجربه البي سي ار، والان عينات البي سي ار برودكت راح ارحلها على هلام الاجاروز. هذا المختبر احنا اخذناه مثل ما ذكرت لكم باليوم الثاني للدوره. اعاده سريعه، افتح الميزان، اضع الفلاسك، حيطلع عندي وزنه، اصفر الميزان، اخذ بالسباتولا الكميه المحدده من هلام الاجاروز واوزنها، بعد ذلك اخرج الفلاسك من الميزان، اغلق الميزان واطفي الميزان، اضيف الكميه المطلوبه والمناسبه من بفر التي اي، ثم بعد ذلك خلط خفيف او رش خفيف مثل ما تلاحظون بالفيديو حتى يصير عندي محلول متجانس. احتاج الى استخدام الميكروويف حتى يذوب عندي الاجاروز. فاغلق الفلاسك مالتي بالغطاء مالته، يكون الغطاء مالته شبه محكم، ما اغلقه غلق تام حتى يكون عندي متنفس للضغط، ما ينفجر عندي الفلاسك. وهنا لازم ان ارتدي القفازات والنظارات الخاصه بالتجربه. انقل الفلاسك مالتي بعد ما غلقته غلق خفيف، اضبط جهاز الميكروويف على دقيقه او نص، اشغل جهاز الميكروويف. بعد ما تمضي دقيقة أوقف الجهاز وأخرج الفلاسك مالتي من الجهاز. هنا أعطي له رجة خفيفة، أرجه رجة خفيفة وأرجع على الجهاز 30 ثانية المتبقية حتى يذوب عندي كل الأجاروز، أضمن بين كل الأجاروز هنا عندي ذاب عندي كل الأجاروز. ثم بعد ما تكمل عندي 30 ثانية، هنا مثل ما تلاحظون وقفت كملت 30 ثانية، أكمله وأخرج الفلاسك من الميكروويف، أنتظر يبرد إلى درجة حرارة 60 درجة مئوية. من يوصل ل 60 درجة مئوية راح أضيف له صبغة تلون عندي حزم الـ DNA من أرحلها، اللي هي صبغة الإثيديوم بروميد. وأيضا نعيد ونكرر بأن هذه الصبغة هي مسرطنة، يجب التعامل معها بحذر شديد، بحيث تكون أنا مرتدي القفازات من أضيفها. وأيضا التب ما أتلفها بالويست العادية، لا أتلفها بالويست الخاصة بالمواد الكيميائية التي تحتاج إلى معاملات خاصة. مثل ما تلاحظون اسحب كميه محدده من الصبغه اضيفها على الاجاروز واعطي له رجه خفيفه، ثم انتقل الى ضبط وتجهيز جهاز الالكتروفوريسيس، فصل الكهربائي او ترحيل الكهربائي. هنا أنا عندي حامل هلام الاجاروز، اسد نهاياته الاطراف مالته واضع المشط اللي راح يكون لي الويلز من هلام الاجاروز، واضيف الهلام بحيث يكون ما تكون عندي فقاعات، تكون عندي فقاعات لازم اني ازيلها بالتبس، واتركه يجمد 20 دقيقه ثم انقله للتانك. بعد ما نقلته بالتانك راح اضيف محلول التي اي بفر بالتانك او حوض الترحيل مثل ما تلاحظون. استمر بالاضافه الى ان يكون مستوى محلول المنظم التي اي بفر فوق مستوى هلام الاجاروز ب 2 الى 3 ملم. بعد ذلك ارفع الكومس المشط من هلام الاجاروز، اخرجه ثم الآن راح أبدي أجهز عينات الـ DNA مالتي للترحيل. راح أحضر، إحنا هنا عندنا 6 عينات دخلنا دفاع الـ PCR، فراح أحضر 6 تيوبات نظيفة جديدة راح أضيف فيها صبغة الجل لودينج داي. أضيف كمية 3 مايكروليتر من صبغة الجل لودينج داي، هاي الأنابيب الجديدة النظيفة،
هذه الصبغة استخدمها حتى جزيئة الدي ان اي ما تطفو عندي من اضيفها بالويل، راح اثقلها تخليها تترسب للاسفل، وبعد ما اشغل جهاز ترحيل كهربائي تدخل بالاجاروز وتبدي بالمسير مالها من القطب السالب الى القطب الموجب. عدد البي سي ار الحديثه استغنينا عن اللودينج داي، لان اللودينج داي هي اصلا مدمجه ضمن خليط الماستر ميكس. هنا هذه تجربتنا، التجربه اللي هي يسموها كلاسيكيه، يعني انا احضر المواد بايدي مو كل شيء جاهز. طبعا الكتات الحديثه حتكون اسهل شغلها من الكلاسيكي، لكن لازم احنا نتعلم الكلاسيكي والبرنسبل مالته حتى افهم الشغل مال الكتات الحديثه. الان بديت اني اضيف 10 مايكروليتر من عينات الدي ان اي مالتي بالتيوبات. هسه اضيف العينه الدي ان اي البوزيتيف اللي هي ناتج البي سي ار هذا، وناتج البي سي ار النيجاتيف. فعندي هنا 6 تيوبات. التيوب السابع اللي لونه المحلول مالته ازرق هو عباره عن يونيفرسال دي ان اي ليدر. الان راح ابدي انقل عينات الدي ان اي مالتي الى حفر الاجاروز. راح ابدي انقل 10 مايكروليتر من كل عينه اللي هي يحتوي على خليط الدي ان اي والصبغه، راح انقله الى الاجاروز بالحفره. لازم هنا اضمن عمليه النقل مالتي تكون على كيفي وبهدوء، ما يصير عندي فقاعات، وعلى حافه الول انزل المحلول مالتي مثل ما لاحظتوا بالفيديو. نقلت اول عينه، راح اكمل باقي العينات الاربعه، والكنترول البوزيتيف والكنترول النيجاتيف واليونيفرسال دي ان اي اللي هو قلنا عليه عباره عن قطع دي ان اي معلومه الحجم، حتى اقارن القطع او الباندات البي سي ار مالتي بيها. اريد اعرف اني هاي القطعه هي اللي يعني القطعه المرغوبه او اللي احتاجها واللي اريد ادرس عنها، لو هذه غير قطعه ضائعه عندي او هذا برايمر دايمر، فعن طريق الدي ان اي يونيفرسال. الان احنا وصلنا الى العينه رقم 4، وراح انقل عينه البرايمر العفو الكنترول بوزيتيف والكنترول النيجاتيف، لاني خصنا عندي 6 عينات اللي احنا دخلناهم تفاعل بي سي ار. راح انقل هسه اليونيفرسال دي ان اي ليدر. بعد ذلك كملت العينات مالتي، راح اغلق غطاء جهاز الالكتروفوريسيس واربط الاقطاب الصحيحه واشغل الباور سبلاي، اضبطه على 100 فولت واشغل الجهاز. بعد ما اضبط الجهاز يبدي يشتغل عندي جهاز الالكتروفوريسيس وتبدي عمليه الترحيل الكهربائي. تترحل قطع الدي ان اي داخل هلام الاجاروز مثل ما تلاحظون. هذا عندي الصبغه الداله اللي هي لونها ازرق، من توصل هاي الصبغه الداله قريب نهايه هلام الاجاروز اوقف الترحيل واغلق جهاز الالكتروفوريسيس. وقفت اني هسه الباور سبلاي، فتحت غطاء الجهاز الباور سبلاي. الان اتحول الى غرفه جهاز اليوفي ترانسليميتر حتى الاحظ الباندات اللي طلعت عندي بتفاعل بي سي ار. اضع الاجاروز مالتي بالجهاز واشغل الجهاز. هنا لازم انا لابس النظارات الواقيه. هذا شكل الباندات اللي راح تطلع عندي مقارنه باليونيفرسال دي ان اي. وهذا يكون قد انتهت تجربه اليوم اللي هي بي سي ار، تجربه البي سي ار البوليميريز تشين رياكشن، و حصلنا العينات مالتنا ورحلناها ولاحظنا النتيجة مالتها. شكرا جزيلا لكم.